مزوجه بعياله وكاين ثاني طروح اخر ثاني لانه بعمليه متابعه وتوجيه وارشاد اي الحمد لله راه كان قابل باش يمد من الله حنا بالحق دائما رانا ننقلوا لفئه النشاء في المناطق المعزوله حنا كخليه جوانب دائما رانا نديروا حملات تحسيه بخصوص الادمان بخصوص الغاز التبذير دائما نروحوا للفئات اللي ما يقدرش تلحقوا المعلومه حنا نروحوا لهم نحولوا المعلومه نديروا عمليه تحسيس عمليه توجيه كاين بعض المرات ديال المرافقه حنا دائما نخدموا ممكن كاين الناس ما يعرفش خلي يجيو خلي يجيو شنو خدمته واش رايح فهم ياخذ حنا ما يعرفوناش جماعه البلاد يعرفوناش جماعه القرى المعزوله اللي ما تقدرش تروح ليهم وسلام.